بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد، ذكرنا في صفات المعاني تعريف صفات المعاني في اللغة، كذلك تعريفها في الاصطلاح، ثم ذكرنا الدليل النقلي والدليل العقلي عليها دليلا جامعا، ثم نذكر الآن أدلة عقلية على هذه الصفات. طبعا الأدلة اللي سنذكرها الآن ممكن واحد يقول أنا ألخصها كلها مثلا في طريقة معينة، مثلا أقول أن الله سبحانه وتعالى أوجد العالم بهذا النظام البديع، وإيجاد هذا النظام البديع يستلزم أنه متصف بالقدرة والإرادة والعلم وكذلك الحياة، وكذلك متصف بصفات الإيه